النهارده يوم الشهيد، وكلنا الحقيقه يعني زي ما بنتشرف بيهم وبنتشرف باهاليهم وبنحتسبهم عند رب العالمين، يعني اتمنى من الله انه الامهات كلها تعرف انه ده فخر لينا كلنا كمصريين، وان احنا يعني بنفتخر بذكراهم وهم موجودين معانا فعلا، تفضل الذكرى حية ونفضل نتوارثها ونفضل نقولها لأولادنا والأحفادنا، لأن دي من الحاجات الواحد يعني بيتشرف بيها. فتحية لكل الشهداء وتحية لكل أهالي الشهداء اللي بيشوفونا دلوقتي من خلال قناة المحور في برنامج مطبخ عظيم.